السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه برج الحوت. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الحوت، انت عندك تغيرات الايام اللي جايه مع فرحه طال انتظارها. عايزاك بس كل المطلوب منك ان انت تهدى وتهدي لي اعصابك خالص الفتره اللي جايه. لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيعه، اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا التانيه اللي هيكون عليها العلاج الشافي ليك باذن الله. عندك هنا يا برج الحوت في قراءتك دي هتكون غير اي قراءه في حياتك عدت، هتكون فيها أمور مختلفة وهيكون فيها كلام مهم جدا، والكلام ده كل المطلوب منك ان انت تخلي بالك منه وتركز فيه. وهنشوف مع بعض دلوقتي ايه القراءة وايه التوقعات مع التغيرات اللي عندك. بسم الله ما شاء الله. اول حاجة، انت في دايرة ومقفول عليها، يعني عندك عراقيل، عندك بعض المشاكل اللي واقفة بينك وما بين تحقيق حلمك. بس هنا كمان عندك تألق وثقة بالنفس، لإما هتكون واثق من خطواتك، لإما هتكون واثق من حد شريك حياتك، واثق في أحد من المقربين لقلبك. عندك هنا كمان دعم، والدعم ده هيكون وراه خير، علشان في واحد لسه هتتعرف عليه جديد هيدعمك في خير، وهيخليك تواجه بعض المشاكل العاطلة عندك مع النغزة اللي بتجيلك في قلبك دي سببها حسد شديد. عايزاك تهتم بصحتك كويس جدا، وعايزاك تبعد عن اي حد ممكن يأذيك او يعمل لك عراقيل في طريقك، حتى لو قالك انا مش قاصد وانا بحب لك الخير. محدش بيحب الخير لحد يا برج الحوت، فحاول تبعد عن اي عتاب اي مشاكل. اعطي نفسك فترة للراحة وفترة ان انت تهتم بنفسك. كمية الحزن اللي انت فيها دي، كمية الحزن دي من الديون اللي عليك، ولا من الضغط النفسي اللي انت بتمر بيه، ولا من عراقيل ومشاكل وحسد؟ قولي بقى. عندك خنقه وضيقه حاليا بتمر بيها، حاليا بتمر بخنقه وضيقه من ناس في حياتك. عندك خبر هيجيلك، والخبر ده هيكون من انتصار او هيكون من رزق. بالك مشغول وبتخطط كتير، بس خلي بالك كل اللي انت بتخطط له هيظهر حد في حياتك هيقلب حياتك فاني تحتك. هنا هتتخلص من الطاقة السلبية وهتدخل في طاقة إيجابية، وهتلاقي دعم من حد هيدعمك وهيقف معاك. بس انت عندك حيرة وخوف، خايف اليومين دول، انت خايف من حاجات كتيرة جدا بالك مشغول بيها، وفي نفس الوقت عليك ضغط نفسي، والضغط النفسي ده من حد مقرب عندك. عايز اقولك ان انت تخلي بالك من شخص هيحاول يقرب منك لهدف، وطبعا انت معروف عنك ان انت نيتك طيبة جدا. في امور هتتبدل، ومن الفترة اللي جاية حد هيدخل حياتك هيقلب حياتك فاني تحتاني زي ما قلت لك. بس انت عندك هنا تأجيل امور. ليه عندك تأجيل أمور؟ كل ما بتقول هانت بترجع أسوأ ما كانت. ليه؟ ما كنت نفسيتك كويسة، بس انت اللي تعبك الديون، وانا دايما اقولك الديون اللي عليك هي اللي تعبك. عندك ترقية في مجال شغلك او مجال عملك. عندك هنا كمان خوف من المستقبل. ليه خايف من المستقبل؟ مش كل حاجة بمشيئة الله. اجمل فترة الفترة اللي جاية، هتقضي كل رغباتك، بس انت دايما بتعاني من الحسد، ألم وصداع مستمر، والفلوس دي متبخرة، مفيش فلوس بتقعد معاك أبدا. حد هنا أسألك بكلام وبإهانة وانت سكت. يا هل ترى انت ساكت ليه؟ بتفكر كويس ولا ناوي على ايه؟ عندك 3 أشخاص هيدخلوا حياتك، في منهم واحد نيته صافية وبيحبك، وفي منهم واحد هتلاقيه بيحاول يأذيك. فياريت تخلي بالك من نفسك كويس جدا، عشان انت مش ناقص، انت اللي فيك مكفيك، ولا محتاج ضغط ولا محتاج تسمع كلام يضايقك او يزعلك. انت محتاج بس طبطبة، لإما تطبطبوا عليا لإما تمشوا وتسيبوني في حالي.
ده اللي انت بتفكر فيه حاليا. عندك فرحة هتدمع ليها العين، مناسبة حلوة، امور حلوة، خبر حلو، الله اعلم، بس اقدر اقول ان انت عندك مناسبة هتدمع ليها العين، والمناسبة دي هتدخل على حياتك كده، هتحس ان دي عوض من عند ربنا علشان انت تعبت الايام دي جدا. طيب يلا نقول ان انا عايزاك تمسك في الخشب، امسك في الخشب، والحاجة اللي انت خايف منها بإذن الله هتتبدل. عندك فرحة وإرادة قوية، اليومين دول انت هترتاح نفسيا، استقرار نفسي ومادي، بس بلاش تتكلم عن حالك. في هنا أمور بتفكر فيها بطريقة سلبية، بدل طاقتك عشان طاقتك هتكون إيجابية. ابشر ابشر عشان انت عندك تغيرات. بص، الحظ الحلو اللي هيلعب معاك دور كبير الفترة اللي جاية دي هتكون حلوة جدا، وبسبب الأشخاص هيساعدوك وهيدعموك، وهتتخلص من المصاريف اللي عندك. في هنا كمان تغيير جذري، عتبة أو مسكة، أو ممكن يكون خبر حمل، الله أعلم. شايل هم، هم كبير وتقيل. في طريق هيتفتح قدامك بسهولة جدا، عايزاك تخلي بالك منه، عايزاك تخلي بالك من الطريق اللي هيتفتح قدامك بسهولة، مش هيكون ولا على البال ولا على الخاطر، ومن بعد الطريق ده هتستقبل أحداث، فياريت تخلي بالك من نفسك واحذر من أشخاص علشان تحرر نفسك منهم، تحرر نفسك منهم. في كمان هنا علاقات متبادلة، والعقبة اللي قدامك هتنتهي على خير. في موضوع هتحط فيه كام نقطة، وعندك هديتين حد هيجيبهم لك، او انت ناوي تجيب هديتين لحد، في هدايا عندك هتتبدل. عندك شخص من العيلة دايما واقف ضدك، واقف دايما ضد كلامك، مسبب لك مشكلة كبيرة في حياتك، اركنه على جنب عشان انت هتسافر، واللي انت منتظره هيحصل، والخبر اللي منتظره من خبر محامي او من حد من محكمة، الخبر ده هيكون حلو برضو ليك، بس انت متشائم، متشائم وخايف عشان دايما بتسمع كلام يزعلك، وواخد على خطرك من ناس ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان هم يطلع منهم كده. طيب ليه مندفع وبقيت عصبي؟ في اندفاع عندك وقلة ثقة. في حد هنا بيحاول يستغلك. انت نفسك قد ايه؟ نفسك في عوض، يعني انت نفسك ربنا يعوضك عن كل اللي انت شفته، علشان انت شفت كتير، شفت كتير جدا في حياتك، من ظلم لأسى لمشاكل لعراقيل. فالايام اللي جاية فيه تبديلات، انت روحانياتك عالية واحساسك عالي جدا، واللي بتظنه بيتحقق، واللي نفسك فيه بتلاقيه حصل، بس فاقد الامل في حاجات، فاقد فيها الامل بسبب اللي شفته والخزلان اللي وقع عليك. فما تقلقش خالص، ربنا بيدبر لك حاجات كويسة، بس عندك الماضي تعبك جدا، الماضي تعبك واذيك. بسم الله ما شاء الله، اخبار حلوة جدا، اخبار حلوة جدا جدا. في كمان هنا طاقة، طاقة فرق، انا بردد لك طاقات الفرق كتير. ففي عندك هنا تحسين، تحسين على وضعك المادي علشان خاطر انت، يعني انت محسود، والحسد الشديد مخليك واقف ومش عارف تتصرف ازاي في الفلوس اللي بتكون معاك، بتتصرف من غير اي طريقة. فانت الفلوس اللي في ايدك بتتصرف، بتلاقي كده لو انت حوشت حاجة بتلاقي كده فجأة طلعت لك حاجة صرفت كل الفلوس اللي معاك، عشان كده هيكون عندك تغيرات وتبشيرات. في هنا كمان خروج من محنة،
ودي خروج من محنة ودي، بس عندك أبراج كتير، خلي بالك أبراج كتير خنتك وخزلتك، يعني في أبراج كتير خنتك وخزلتك وقلبك مكسور، بس بمشيئة الله انت عندك خاتم. الخاتم ده خاتم خطوبة او زواج، في خاتم، او انت ناوي تنزل تشتري ذهب، في خاتم عندك انت منتظر، واللي انت منتظره هيتحقق. بس اكتر حاجة بالك مشغول بيها وضعك المادي، وده اللي ظاهر لك، او عندك قلق وحيرة، قلق وحيرة، في رغي كتير هنا، رغي كتير من واحدة ست، وبسبب الكلام اللي انت بتسمعه دايما بيكون عندك حالة تردد وتشتت، مش عارف تاخد القرار. بس عندك تعويض عن كل الخسائر اللي انت خسرتها، في شخص قطعت علاقتك بيه، الشخص ده ندمان جدا، ندمان جدا، وعندكم لم شمل، في لم شمل عندكم، والمشكلة اللي عاملة لكم أزمة هتتحل، وفي حاجات هتطلع منها، في حاجات انت هتطلع منها، وفي حاجات انت ناوي تعملها برضو، يعني انت في حاجات ناوي تعملها، وفي حاجات عايز تتخلص منها، وبالك مشغول بحاجات كتير، يعني انت عندك بالك مشغول بحاجات كتيرة جدا. حياتك دايما كتاب مفتوح، حياتك دايما كتاب مفتوح. بص النجاح الحلو والورقة اللي هتخلص، انت خدت فترة كنت تعبان فيها جدا، يعني اقدر اقولك ان انت خدت فترة كانت مليئة بالمتاعب، وكانت فيها اشخاص بتحاول تأذيك وبتتكلم عليك من ورا ظهرك، من ورا ظهرك. حرف الام والآ بيعملوا ايه في حياتك؟ حرف الان، ان وام، الحروف دي بتعمل ايه في حياتك؟ السبب الرئيسي للخلاف بينك وما بين الاهل او الشريك، ناس بتتدخل، ناس بتتدخل. فانا كل اللي غلبة منك ان انت تهديلي اعصابك، علشان طول ما انت اعصابك هادية كل ما انت هتكتشف حقيقة الاشخاص اللي في حياتك، وعشان تكتشفهم بسرعة لازم تكون هادي، لازم تكون هادي، علشان هم هنا اذينك والاذى بتاعهم شديد عليك. فطول ما انت هادي، طول ما انت هتاخد حقك تالت ومتلت، وهتقدر تعوض كل الخسائر اللي انت خسرتها. انت بتعاني من الجيوب الانفية، او بتعاني من مشكلة في وشك، بتعاني من بدوخة، بصداع مستمر، خلي بالك. بسم الله. تسوية مشاكل هتساوي بعض المشاكل، وبعض الأقارب هتخرجهم من حياتك وهتقطع علاقتك بيهم، بعض الأقارب هتخرجهم من حياتك وهتقطع علاقتك بيهم. انت هنا محتاج تغيير، محتاج تغيير، علشان خاطر انت نفسيتك تعبانة. في هنا كمان حد، الحد ده من على السوشيال ميديا، هتتعرف عليه، هتتعرف عليه، وهيبقى في كلام بينكم، برضو متربط، انت اليومين دول متربط، حاسس بتربيطة كده غريبة، وبتمر بأزمة مادية جدا زي ما قلتلك. الظروف عندك هتتحسن، بس في خبر هتسمعه هيزعلك شوية. الأقارب عندك تعبين في قمة الحقد والغل، في قمة الحقد والغل عليك، ومشكلتهم إنهم مركزين جدا عليك، مركزين جدا جدا عليك، وده اللي ظاهر لك منهم، ده اللي ظاهر لك منهم، يعني هم مركزين عليك وبالهم مشغول بيه، وبيحبوا يعرفوا كل حاجة تخص حياتك، عشان خاطر يعرفوا انت بتاكل ايه وبتشرب ايه. وحاسدينك، خلي بالك هم حاسدينك، رغم ان انت ما عندكش اي حاجة تتحسد، انت فعلا الايام دي فاقد، بس برضو بتقول الحمد لله،
على كل حاجة ناقصة في حياتك انت بتقول الحمد لله وراضي وساكت، وده اجمل ما فيك ان انت دايما بتشكر ربنا حتى على حاجات مش يعني حاجات مش موجودة في حياتك، بتشكر ربنا وبتقول انا ليه يا رب كريم، طول ما ربنا موجود ربنا اكيد في يوم من الايام هيديني اللي انا محتاجه. بس عايزاك تبطل العصبية اللي انت فيها، تبطل العصبية والمواجهة اللي انت هتكون فيها، تخلي بالك تخلي بالك منها علشان خاطر هما قصدا قايدين ان هما يضايقوك، قصدين ان هما يقولوا كلام يزعلك ويخلوك تطلع اللي جواك، وانت معروف عنك ان انت تقيل ما بتعبرش عن اللي جواك بسهولة، فعشان كده ما تديهمش الفرصة ابدا، خليك زي ما انت واثق من خطواتك وواثق من حياتك، وطول ما انت واثق من هدفك هتوصل، وهتوصل كمان في قمة العليا. ايه الجمال ده وايه العسل ده؟ عاطفيا عاطفيا فرحة لقلبك، فرحة لقلبك بطريقة كبيرة، بس انت تعبان في حياتك علشان انت دايما صاحب مبدأ ودايما انت مختلف عن الاخرين، وعشان انت مختلف عن الاخرين دايما بتبقى حظك قليل، حظك دايما قليل. عندك علاقة مع برج الحوت ولا برج الجوزاء؟ في علاقة عندك او برج الجدي؟ خلي بالك عشان خاطر يعني ايه تسوية المواضيع، وما تخليش اي حد يتدخل معاك، ما تخليش اي حد يتدخل في حياتك عشان خاطر المشاكل. انت معروف عنك ان انت حساس جدا وبتاخد كل حاجة بحساسية، في شخص عايز ينتقم منك رغم ان انت ما عملتلهوش اي حاجة، يعني انت ما عملتش مع الشخص ده اي حاجة بس عايز ينتقم منك، وانتقامه ليك حقد وغل، انتقامه ليك حقد وغل. عايز اقولك ان ربنا هيكرمك بناس شبهك، ربنا هيكرمك بناس شبهك، ناس تحبهم ويحبوك ويقفوا معاك ويدعموك، وهيفك كربك وهيعوضك بإذن الله عن كل دمعة انت شفتها في حياتك وعن كل وجع انت شفته، هو ده اللي انت محتاجه في حياتك. سمعت كلام كتير، وخلي بالك عندك مواضيع شغلة بالك ومسببالك الحيرة والقلق وقلة النوم، وممكن كمان تكون رحت للشيخ وقالك ان انت عندك سحر، خلي بالك، وعملت حاجات كتيرة جدا مفيش اي فايدة، وعشان كده في وجع في جسمك. في لقاء هنا، اللقاء ده هتتعرف على ناس هتحبك وهتحبك جدا كمان. لو انتوا حامل او انتوا مستنيين حمل، ففي عندكم ولد مولود باذن الله، هيكون ولد ان شاء الله بفضل ربنا. طيب بسم الله، طال انتظارك طال انتظارك، وربك هو اللي قادر انه يديك الامنية اللي بالك مشغول بيها حاليا وبترددها في بالك. ربنا مرتب لك الفرحة اللي انت بتحلم بيها، خلي بالك فما تقلقش. انت هنا قاعد مع نفسك وحزين وقافل باب قطك على نفسك ومش عايز تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معك، صح الكلام ده؟ انت كنت شخص اجتماعي، كنت بتتكلم وبتعبر عن كل اللي جواك، بس بسبب اللي انت شفته اتغيرت 180 درجة. بسم الله، ايه التعويض الحلو ده؟ لا انت كده تفشل بقى، تعويض حلو هم الربين، يعني قراءتك كلها تحفة، انا مبسوطة جدا بقراءتك، بس بلاش الهم اللي انت شايله، ارمي الهم ورا ظهرك وركز، عندك اخبار حلوة، عندك انفراجات، محدش خالي من الاوجاع، انت فقدت حد دمعتك نشفت من كتر العياط عليه، بس هتفضل لحد امتى كده؟ هتفضل لحد امتى كده؟ عندك علاقة مع برج ناري مسبب لك ألم، مسبب لك ألم غير طبيعي، بس ما تقلقش ما تقلقش، ربك قادر على كل شيء، ربك هو اللي هيكرمك من حيث لا تحتسب. طيب أحلام مزعجة، أحلام مزعجة عندك،
ليه؟ ما انت كنت كويس وكنت ماشي كويس. طيب عايزاك تحصن نفسك، عايزاك تحصن نفسك اول باول. ليه جاي على نفسك؟ قولي جاي على نفسك ليه؟ ايه الحاجة اللي انت دلوقتي نفسك تعملها؟ في حاجة انت نفسك تعملها دلوقتي بكل المواضيع، نفسك تعمل الحاجة دي جدا، بس كل ما يعني خلاص بتلاقي نفسك رجعت لورا شوية. ليه؟ ما تعمل الحاجة اللي انت عايزها على طول من غير تردد ولا تفكير. في طاقات فرغ عليك اهي، وفي حظ حلو، امال مالك بالك مشغول ليه؟ البومه دي اعدالك اعدال، ما تشغلش بالك بيها، هي اصلا ما وراهاش حاجه غير ان هي تشوفك بتعمل ايه. فلو انت بالك فضلت مشغول بيها هتسيب احتياجاتك وتسيب مستقبلك وهتضيع وقت عليها، وهي دي اللي هي عايزاه. ما تشمتش حد فيك، وانا دايما اقول لك كده، ما تشمتهمش فيك، لا اثق في هدفك وفي حلمك. وصولك لهدفك هو هيكون بالنسبة لهم صدمة، صدمة مختلفة، فما تديش اي حد فرصة. معروف ان انت عندك كذا شخصية، شخصيتك كده دايما متألقة، دايما واثق من نفسك ومن هدفك، ودايما عارف انت عايز ايه وبتعمل ايه، بس خوف، خوف غير طبيعي من المستقبل، وبتعاني من الحسد الشديد، وان شاء الله باذن الله ربنا يحفظك من الحسد والعين القويه اللي صايباك ومسببه لك كل العراقيل اللي انت فيها. عندك هنا توديع، يعني هتودع حد، ممكن تغير المكان، تودع ناس انت بتحبها، جيران، تودع حاجات معينه في حياتك وفي امورك. واقول لك ان انت هيكون عندك مناسبه، انت معروف ان انت بتحب الالوان الغامقه جدا، يعني بتحب الالوان الغوامق، وعشان كده هتجيب حاجة وهتحضر بيها ان شاء الله، بس بلاش العصبية، وبلاش ان انت كل شوية تعاني من ضغط نفسي على نفسك، يعني بلاش تضغط على نفسك، بلاش تضغط على نفسك، وبلاش التشاؤم اللي زيادة عن اللزوم. في تحسنات، ومش عايزاكم تقفوا قدام المراية، مش عايزاكم تقفوا قدام المراية ابدا، عشان اللخبطة اللي عندكم، اللخبطة والحيرة. حسن حظ هيكون عندكم، وفترة إيجابية، وكمان راحة، راحة حلوة جدا هتحصدوها بسم الله ما شاء الله. لا انتوا كده بقى فعلا تخافوا من الحسد، فعلا كده تخافوا من الحسد الشديد، عشان خاطر انتوا هتوصلوا. شوفوا انتوا مستنيين ايه، واللي انتوا مستنيينه هيحصل. شوف انتوا عايزين ايه، في اخبار حلوة وفي توقعات جميلة وفي نفس الوقت احداث، بس بلاش تتكلموا عن اي حاجة تخص حياتكم، وافتكروا الكلام ده كويس، اي حاجة تخص حياتكم بلاش تتكلموا عليها، عشان خاطر الكلام عامل لك عراقيل. عندك بصمة، البصمة دي هتكون بصمة شفاء بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، وهيكون عندك راحة طال انتظارها. بتعاني من سحر، من قرين، ومن تبيعة، اكتب تم يوصلك لينك قناتنا التانية اللي هيكون عليها العلاج بإذن الله. تحياتي.